ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان نعمل معاكم الفراخ اللي بالصوص الجنزبيل والقرنفل والقرفة، ونحط لها شوية تحابيش تانية كده قبل ما ندخلها الفرن. دي بعدين عشان أقور البطاطس. هجيب دلوقتي صينية، صينية عندك، أي صينية عندك موجودة، ألومنيوم، تيفال، واتيفر، أي نوع، بس انت تجيبيها صينية صغيرة تبقى تتحط فيها أكبر كمية ممكنة من زيت الزيتون، تمام؟ فأنا بالنسبة لي هحط إيه في أصغر صينية عشان أنا إيه يعني على قدها، يعني لو أنت عندك كمان وركين تانيين تجيبي أكبر كده 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 كده، ماشي؟ هحط دلوقتي الفراخ أهي، تمام؟ وهحط عليها الصوص، تمام؟ أهو صوص ريحته جميلة فظيعة، تمام اهو. وهروح حاطة شوية شوربة اهي، دي شوربة فراخ، مية سخنة بشوربة فراخ احط عليها، تمام هنا كده، نص مية او نص شوربة ونص زيت، تمام، عشان يبقى ايه الدنيا المعادلة ايه مظبوطة. هروح حاطه بقى ايه زيت الزيتون عشان تحمر كده اهو، كده اهو تبقى بقى ايه، هتبقى كريمي وفظيعه وتشرب منها ويعني هتتفاعل. وكده ممكن احط معاها قرن فلفل حراق او فليكس من من الفلفل الاحمر الحراق بالطريقه دي، اروح ايه كده تمام، هنروح حاطين فيها فلفل احمر حراق. بعد ما انا هخلصها بقى بالطريقه دي هسيبها طبعا تتفاعل جوه الفرن، هي اتبلت تتبيله جميله، وهنحطها دلوقتي اهي في الفرن على نار هاديه، تمام اهي خلاص. بعد كده هعمل لها صوص تاني لان انا هحطها هغرفها مع البطاطس، فانا هعمل ايه بقى في البطاطس؟ هكورها، تمام؟ البطاطس دي هحطها كده كور كور، وهحطها عامله زي الهرم، واحط عليها الفراخ لما هتقع من العظم هتلاقيها ان هي مويست كده، يعني طريه طريه جدا. فهنروح حاطين عليها دي، هنحط عليها الصوص ده، نفس الحاجات اللي احنا حطيناها في التتبيله هنحطها برده في الطاسه. ادي هنحط عليها الطاسه زيت الزيتون قدح بشويش، هنروح حاطين بصل عشان يغمق عشان تبقى الصوص غامق، حبة بصل مبشورين، تمام كده. هجيب هقلبها بقى، هقعد اقلب الاول البصل لغاية لما كلها تحمر شوية، بس ما تتحرقش يعني، تحمر تغمق سنة علشان الصوص يبقى ايه غامق، يبقى لونه بني شوية كده، تمام كده. حلو قوي طبعا الواحد لما ايه بقى عنده عزومه ولا عنده حد جاي له وعايز يعمل له حاجه كده، هي مش صعبه، هي مش صعبه، بس هي ايه خطوات يعني، مش خطوه واحده طخ طخ طخ، لا هي يعني هتحطي الاول الفراخ وتحملها الحاجه بتاعتها في الفرن وهتسيبيها. بعد كده لما تعملي البطاطس برده مش هتعملي البطاطس وتروحي حطها كده وتسيبيها، لا هتعملي لها شكل، فيعني ايه تدلعيه شويه الاكل، تمام. ادي البصلايه ابتدت اهي تحمر شويه، هنروح حاطين حبه الجنزبيل او الزنجبيل، عشان يبقى صوص كده ريحته جميله، هيبقى مع البطاطس جميله قوي، تمام اهو حبه. وبعد كده برضو القرنفل، تمام، والورق اللورو كده نصين، وهنحط له برضو الشوربه، تمام، تقلبتين كده.
هنقلب كده شويه عشان كله يتمزج وكله ما يتحرقش من الجنب، لان طبعا البصله اول ما بتشم الزيت اول حاجه لو متقطعه طبعا حته خفيفه وحته تقيله فبايه بتتحرق، فانا عايزاها بس كده ايه نديها نخدمها وكله ياخد الطعم كله ويشرب من النكهات كلها. نحط لها بقى شويه فلفل اسود حلوين، تمام، وهنحط عليها جوزة الطيب برضو، لان طبعا جوزة الطيب للبطاطس فظيعة. نقلبها برضو عشان ما تتحرقش التوابل مني، وبعد كده هحط لها حبة الشوربة، والشوربة هنسيبها ايه تتسبك فيها. تمام تمام كده، وبعدين هنكور بقى ايه كده، يعني يا دوبك الطاسه بس تبقى ايه تخينه شويه اهي. ادي الشوربه، نبتدي بقى ايه نسيبها طبعا على الهادي كده تغلي وتتمعن وبعد كده ايه نروح عاملين البطاطس. ابص على الفراخ، عايزاها برضو ايه تبقى عالية علشان احنا قايلين ان هي لازم تاخد وقتها. تمام، هاجي بقى هنا اعمل البطاطس، اكورها تديها شكل يعني بس. تمام، هنديها شكل علشان تبقى ايه وهي محطوطة عليها الفراخ كده تتاكل هي والفراخ، ما تبقاش ايه جنبيها كده تمالي البيوري بتروح طق محطوطة على جنب. احنا هنحط البطاطس وعليها الفراخ، تمام، يبقى طبق البطاطس هو الرئيسي وبعد كده انا عايزه اقول لكم حاجه، لو انتوا عايزين البطاطس اساسا تتعمل تمسك نفسها شويه ممكن تحطيها في التلاجة. خلاص هتحطيها في التلاجة بس هتبقى ساقعه، عشان كده انا بقول لك تحطي الصوص ده معمول عليها، هتلاقيها بعد كده مش هتبقى ساقعه وتسخن. تمام، يعني حاجتين عايزه تسيبيها كده اول ما تطلع على طول. ماشي، هتمسك في لو انا عملتها دلوقتي كده بمعلقه ممكن نحطها بمعلقه بس ايه هتمسك وهتمسك في المعلقه، فانا بعملها عادي كده اهو. خلاص هنحطها بعد كده تاخد الفورمه بتاعتها، وبعد كده ناخدها بعدين ونحطها في الطبق. هروح اغسل ايدي طبعا بعد كده اهي، هنكورها بس تكويره كده علشان هنحطها في الطبق وبعد كده ياخدها ايه خدها بالمعلقه بعد كده ونرصها بعد كده في الطبق. حلو منها برضو اشوف الشكل قد ايه عملت الكميه اللي انا عملتها عشان ايه اظبط الطبق. طبعا الشكل مهم جدا، واحنا بنقول طبعا الايه العين بتاكل قبل البق او البطن. تمام كده بالنسبه لي الكرات خلصت، اغسل ايديا كده، غسلت ايديا. اطلع لكم بقى ايه البطاطس اللي انا عملتها اهي، شيل ديت اهي، احط البطاطس اللي انا عملتها احطها عشان تسقع. تمام، وهنروح عاملين الصوص ده شيله عشان نحطه ونضربه في الخلاط او في الميكسر علشان يبقى نتحط على البطاطس. تمام، مش مشكلة السكينة وقعت عادي بيحصل اصوات المطبخ. هنروح حاطين كده بشويش خالص، كله 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 كله، ونروح حاطينها كده قافلينها. تمام كده الصوص جمد
وطبعا هيبقى فيه النكهات كلها بتاعة الفراخ اللي احنا هنطلعها دلوقتي، عشان انا بالنسبة لي الفراخ بتاخد وقت كتير. انا عملت لها، عملت صينية تانية ماشي نفس الفكرة بالظبط، وهنزلها طبعا. انا عملتها طبعا قبل الحلقة علشان انا عارفة ان هي لازم تاخد 3 ساعات. ده الصوص هحطه بشويش كده تمام على البطاطس البيوري، تمام ريحته جميلة. وقلت لكم لما البطاطس تبقى موجودة جوه التلاجة بالصوص كده، شايفين اهو الدخان طلع، ولازم تبقى الحاجة سخنة، متبقاش كده ايه مش سخنة. وبعد كده هجيب الفراخ احطها عليها، تبقى بالنسبة لي الفراخ سخنة برضو اهي، سخنة جدا جدا. وهنحطها تمام، هي كده شايفينها وبالورق اللورو الجميل اهو. حطوا كده بقى ايه، سلام يا سلام سلام، اهي واحدة وادي التانية بالفلفلايه. ادي اهو، ونحط ونشيل، ونحط كمان الفلفلايه، وتبقى صينيه ما شاء الله تجنن اهي. عايزه تحطي منها الصوص تاني منه يعني؟ عايزين مش عايزين، بلاش عشان مليانه زيت. هي كانت علشان تغلي فيها وتتسبك فيها الفراخ. انا عامله لكم كل كده طبق واحد تمام. عملنا البطاطس البوريه، سلقناها هرسناها بالزبده وباللبن زي اي بطاطس بوريه، وهتحطي فيها طبعا السنس بتاع النسبه والتناسب، يا اما ولا سايحه قوي ولا جامده قوي. وجبنا الفراخ وحطينا عليها النكهات الفظيعه، ورق اللورو والجنزبيل والقرنفل والقرفه، وحطينا عليها زيت كميه حلوه وشوربه، وحطيناها في الفرن وقعدت لمدة 2.5 ساعة 3 ساعات. يعني أنا لو مسكت ده كده كله هيقع تمام. أنا بالنسبة لي إن الفراخ تبقى مهرية خالص، يبقى هي مهرية مع البطاطس وكده، يبقى الطبق بتاع النهاردة خلص. وقرنين فلفل، قرن واحد فلفل مش مشكلة، تبقى حاجة كده إيه حرقة سنة، لو مش عايزة تاكليه هتاكليه على جنب. وكده يبقى طبقنا النهاردة البطاطس والفراخ اللي بالجنزبيل والقرفه والقرنفل خلصت. سلو كوكينج تشيكن، او الفراخ اللي مطبوخه على الهادي. ويا رب تكون تعجبكم، تشوفوها على الويب سايت بتاع قناه ست البيت وبرنامج وصفه امل. وبالف هنا، واشوفكم على خير.